النوع الثاني من الحراره هو الدراي هيت. دراي هيت معناها ان احنا بنتكلم على ان بنستعمل حاجه مجرد بس ان هي بتسخن وخلاص، يعني ما بيبقاش فيها اي مويشر خالص. الحقيقه الفكره فيها او الايفكت بتاعها بيجي عن طريق الاوكسيديشن ايفكت. الاوكسيديشن ايفكت معناها لو احنا مثلا فكرنا في بعض الاحيان مثلا بنحط في الفرن، مثلا الفرن ممكن يكون كهرباء ما هواش فرن مثلا يعني فيه نار ولا حاجه، لو حطينا اي ورقه داخل الفرن درجه الحراره عاليه بتخلي الورقه دي تبتدي يبقى لونها اسود بعد شويه، ده بيبقى يعني حصل نتيجه الاوكسيديشن. نفس الكلام ده بيحصل بالنسبه للجزيئات بتاعه الجراثيم اللي موجوده في الحاجه اللي احنا بنعملها ستيريلايزيشن. فدي الحقيقه يعني الايفكت الاساسي بيبقى نتيجه الاوكسيديشن. دي بتستعمل في الانسينريشن، يعني بيبقى في عندنا في المستشفى انسينريتور بالشكل ده كده بنستعمله عشان نعمل ستيريلايزيشن وديسبوزل اوف كونتامينيتد ماتيريال موجود عندنا في المستشفى. يعني دي الحاجه بندخل فيها الماده دي بيتم حرقها، اوكي، درجه حراره عاليه وكلها جافه، يعني بيسكلي بتبقى ستيرلايز الاول وبعد كده في الاخر بيتم ان هي حرقها تحرق تماما علشان بعد كده لما تترمي بعد كده في الجاربج او وات ايفر تبقى ما فيهاش مشكله، يبقى البايو هازارد اللي فيها بقى مش موجود. النوع الثاني الحقيقه اللي هو بيستعمل يعني بيستعمل دراي هيت هو الهوت اير ستيرلايزيشن اوفنز. بيبقى عندنا اوفن بالشكل ده كده بيبقى فيه مثلا درجه حراره ممكن توصل فيه حوالي 170 درجه، وممكن نخلي الماتيريال فيه حوالي ساعتين، وغالبا الحاجات دي بتستعمل مثلا عند اطباء الاسنان، عند الناس اللي هم يعني في بعض الاحيان طبعا حسب المكان نفسه بيعمل ايه، يعني الحاجات اللي زي اطباء الاسنان ممكن تبقى اكتر حاجه تبقى ريليفنت، بتحط فيها التولز بعد كل بيشنت ما بيخلص، بيحط التولز اللي استعملت عليه بحيث انها تعقم وتستعمل بعد كده على بيشنت تاني. فبيسكلي بنتكلم على ان بالنسبه للدراي هيت زي ما احنا شايفين كده درجه الحراره اللي احنا بنوصل لها اعلى بكتير من اللي احنا كنا بنوصل لها في المويست هيت اللي هو كان فيه رطوبه. وده الحقيقه الفكره بتاعته ان انتقال الحراره للجراثيم اللي هي على الاسطح بتاعه الحاجات اللي احنا بنعمل لها ستيريلايزيشن بيبقى ابسط بكتير لما يكون في بخار. لما يكون في بخار بيساعد على تخلل الحراره في داخل الادوات اللي احنا بنعمل لها تعقيم، بعكس الهواء. لما يكون في هواء سخن بيبقى برضو انتقال الهواء انتقال الحراره منه للادوات بيبقى يعني الافشنس بتاعته بتبقى اقل شويه، فبالتالي بنحتاج درجه حراره اعلى وبنحتاج وقت اطول علشان نقدر نعمل نفس الاستريلايزيشن اللي احنا بنعمله في وقت اقل وعند درجه حراره اقل في المويست هيت.